طيب غارب يعني قول لي اكيد يمكن تايم او اون تايم سبورتس بقت تغطي فعاليات مباريات كتير قوي مش كره قدم يعني فعاليات تنس وسكواش والعاب قوه بنغطي حاجات كتير قوي الحاجات دي اكيد هتساعدك في البرنامج بشكل كبير اكيد يا كابتن حازم يعني خليني في البدايه ايضا ابدي سعادتي كبيره جدا بوجود فكره زي البرنامج ده ويمكن ده بيواكب الاهداف اللي موضوعه في الدوله المصريه بشكل عام في مقدمه طبعا الاهداف اللي موضوعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا كل القائمين على الرياضه في مصر الدكتور اشرف صبحي يمكن ده سبب من اسباب الطفره اللي حصلت مؤخرا في مصر وتحديدا عام 2019 اللي شهد انجازات كتيره جدا للرياضه المصريه بشكل عام شفنا منتخب الهاندبول مواليد 2000 بياخد ذهبيه كاس العالم في مقدونيا منتخب ايضا الهاندبول في 98 مواليد 98 بياخدوا برونزيه كاس العالم المقام في اسبانيا في انجازات كتيره جدا يمكن المشاهدين او الصحافه ما بتحطش السبوت عليهم منتخب الفروسيه اول مره يتاهل اولمبياد طوكيو من عام 1960 ايضا وجود عندنا اثنين لعيبه في التنس زي محمد صفوت او ميار شريف اول مره بيتاهلوا او مصر بشكل عام اول مره تتاهل للاولمبياد ايضا لعبات كتيره جدا السلاح محتل المركز التاسع على العالم السكواش مسيطر على كل البطولات سواء للكبار او للناشئين في الزوجي او في يعني المجمع او الفردي فنقدر نقول من هنا ان الطفره اللي موجوده دي كلها اهتمام فايضا لازم الاعلام يواكب الاهتمام اللي موجود من الدوله ونمشي على نفس الخطه دي بوجود برنامج بيلتمس يبقى قريب منهم يبرز النجوم دول انجازاتهم ازاي وصلوا للانجاز ده والاتشيفمنت ده يكونوا مثال لشباب كتيره جدا القدوه يمكن ده اللي موجود دلوقتي في الدوله المصريه ان هم يخلوا ماده الرياضه هي ماده اساسيه في التعليم المصري موجوده مش كماده تضاف للمجموع ولكن ماده موجوده كنجاح او رسوب يعني ممكن واحد يبقى ناجح في كل المواد ولكن يرسب في ماده الرياضه فده بيأثر عليه بشكل كبير ان هو ما يدخلش والماده دي يعني هتبقى فيها سبل التغذيه الصحيحه المنهجيه الصحيحه ان احنا نشوف عندنا رياضيين اكفاء